يا اهل الحافل وسعوا المايده الام العروس السنافيه ام حسين شيخه الغزلان بنت الشيوخ الكباريه الجديد والحصري لدى استديوهات رسالة. بنت الشيوخ الكبارية أهلا وحيا طيبان ويا مرحبا والفيا حيا ويا منيرة زان فرحك زان واليوم فرحة خيالية واليوم فرحة خيالية يوم البراءة الجديد والحصري يوم البراءة تسحر الأعيان طلتها كالبدر زاهية أرشوا لها العود والريحان وشيلوا في حسنها أي حورية عسلها كما الورد بالبستان ومن الحلا وصف جورية الله 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 ومبروك في كل وقت وان يما الوصوف المغاوية مبروك لك أول تهاني من الولدان بفرحتك يا الغراوية كل الحلا زينك البدان يا المترفة والنعم به مكربة طيبة طاع الفعول الطهاوية وإخوانها طيبين الجدان وصافين القلب والنية وهنا أبوها بفعله بان في فزعته فيها قوية وخواتها ما مثل إن كان في حسنها أي حورية يزهن كمان ورد بالبستان ومن الحلا وصاف جورية ومبروك يا ويا منيرة يا المهاوية مبروك دايم بدال أزمان يلا عسى دوم غنية قصائد شعرية حسب الطلب مواليد ملكة تخرج